بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملكوت تابع. ولكن يبقى السؤال، ماذا تعلمنا من العالم في الفترة الأخيرة؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم ولقاء الاثنين من ملك وكتابة. الحلقة 698 تأتي عقب انتهاء العرس الأولمبي وإسدال الستارة على دورة طوكيو الأولمبية 2020، وماذا تعلمنا؟ بص يا صدق إبراهيم، المتأمل في الأحداث الأخيرة يخرج بمجموعة من الدروس، كل بالنسبة لنا بعضها متكرر عندنا ولا نتعلم منه شيء. يعني الوقائع التي حدثت وتدل على عدم الانضباطية داخل أروقة المنتخب الأولمبي بما يشي أن لابد المقدمات تشي بالنتائج. أي أنت بمجرد ما 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 ما, ما كنت يعني حتى يعني عندك فرصة تتأهل وإذا كسبت تقدر توصل إلى ميدالية أولمبية تاريخية لكرة القدم، فإذا بك تكتشف أن كان هناك أكثر من حدث في المنتخب الأولمبي، وقعت انضباط عزاها البعض يعني اختلاف الثقافات وعدم الفهم، وعزاها البعض الآخر لا لعدم أنك، وحتى لو في اختلاف ثقافة ما أنت ليك دور إداري قبل أن تذهب البعثة وتحذر من اختلاف الثقافات، ما تعملوش كذا ما تعملوش كذا، لأن الأمور دي ما بتعديش. زي جزء من اختلاف الثقافات ممكن اختراق الفقاعة، ما هو مش ضروري يبقى كلها مسائل سلوكية، لكن بتعمل شوشرة داخل الفريق وبتعمل حالة من عدم التشتت وعدم حالة من القلق، وعند العودة تثير حالة من الجدل. لم نتعلم ما حدث مع المنتخب مصر في كأس العالم عندما برضو ظهر كلام، ولم نتعلم مما حدث في كأس الأمم الإفريقية في مصر. لم نتعلم شيء، أو حدث شيء ولم نتعامل معه بما تعلمناه. دي حاجة. الحاجة الثانية، ما حدث مع جيانا فاروق برضو في المنتخب الأولمبي في البعثة، عندنا تفاصيل كثيرة، وكيف تم اغتيال حقها التاريخي وحق مصر في ميدالية على الأقل يا فضية يا ذهبية، علشان برضو ما خدناش بالأسباب فور علمنا أن هناك حكم له سابقة تاريخية، لو كنا احتجينا عليه كان ممكن خدنا حقه. تالت حاجة، معلش أنا عارف أنك عايز ترجع بسرعة عشان نتكلم فيهم مرة واحدة، ميسي وما حدث مع ميسي، ولا أنا أن الصفيد في هذا الأمر لسه ما كلمتوش؟ لا، والنبي ما تحولها هزار يا إبراهيم، الموضوع ده خطير جدا. لأن إحنا مصرين أن العالم كله بيتعامل على أعلى مستوى بالشفافية المالية، وإحنا مصرين نتجاهل هذه الشفافية. صحيح، مصرين. الموضوع الأخير، يعني ما يحدث في الدوري المصري، لابد أنا الأول نقف مواقف حاسمة في مسائل حاسمة تعيد الانضباط والأمل في تطور كرة القدم. في تطور كرة القدم، والحلقة عقب الدورة الأولمبية ومع احتدام المنافسة على بطولة الدوري، هذه حلقة مهمة وهذه أبرز عناوينها. مقالي ومقالوا، السماسرة واللعبة القذرة، الغربال، الميدالية الأغلى لأبطالنا. بعظمة لسانه، الفار الملون والمرحلة الحرجة، الشموع الحمراء، السياسي العاشق، وأسرار الملك عن ملك الجبهة اليسرى، وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. ده المحتوى اللي نتمنى النهاردة إن شاء الله نحاول نناقش أكبر قدر منه، لكن لا صوت يعلو فوق صوت الدوري، فوق صوت المنافسة المحتدمة على البطولة وأيضا للنجاة من الهبوط. قبل قليل انتهت مباراة إنبي وسموحة بالتعادل السلبي، وبالتالي أصبحت المنافسة على احتلال المركز الرابع أو الثالث الثالث والرابع. المصري ضمن المشاركة في الكونفدرالية كثالث، الأهلي والزمالك ضمن المشاركة في دور الأبطال،
بكرة 10 أغسطس الموعد النهائي للاتحاد المصري لتسمية ممثلي مصر في بطولتي أندية القارة للموسم القاري الجديد، وبالتالي الأهلي والزمالك دوري الأبطال المصري في الكونفدرالية. مين تاني في الكونفدرالية؟ الاتحاد السكندري عنده فرصة، لو كسب الزمالك، لو فاز على الزمالك بكرة يدخل رابع، لو لازم يفوز، يفوز، التعادل ما يفيدوش، التعادل هيكون في صالح بيراميدز. سموحة كان عنده فرصة النهاردة، لو كان كسب إنبي كان هو اللي دخل مباشرة على حساب بيراميدز، لكن تعادله خلى الوضع فيما بين الاتحاد وبيراميدز للمشاركة في الموسم القاري الجديد في الكونفدرالية برفقة المصري البورسعيدي. المسألة محتدمة قوي، محتدمة، ولكن في كل الأحوال لازم نحيي طبعا المصري على احتلال المركز الثالث وحسم هذا الأمر، وماشي بشكل يعني مش هنقول فقط توقعات، لأن هو الفترة الأخيرة باستمرار في المربع الذهبي. أيوة. لكن يعني بدري عرف إن هو مشارك. أيوة. يبقى أن نحيي سموحة ونحيي الاتحاد اللي هم ما زال يحققان من النتائج ما يسمح أنهم كان يطمح في أنهم يخشوا على حساب بيراميد. بيراميد منطقي جدا انه كان يبقى يا ثالث يا رابع على اساس الامكانيات القويه المتاحه عنده، وكل الناس كانت متوقعه هذا الامر انه كان ينافس حتى على المراكز الاول والثاني. اذا يبقى سموحه وما يحققه من نتائج، والاتحاد وما يحققه من نتائج وما ينتظره من فرص. على فكره يمكن احنا ما نعرفش من هنا لاخر السنه المركز الرابع ده هيتحسم ازاي وتحول حتى الثالث، ولكن اذا كان الاتحاد هيستند الى هذه اللحظه اللي هي 10 اغسطس الميعاد الاخير، الميعاد الاخير، وانه يرتب الجدول على الميعاد الاخير، ربما ما يكونش هو ده الترتيب النهائي للجدول اخر السنه، لكن ده قرار للكاف، لكن ده قرار. اذا احنا ننتظر ونشوف المركز الرابع مين صاحب المركز الرابع في الكونفدراليه. طيب سعيا وراء بقى الحفاظ على اللقب، الاهلي بدا تدريباته النهارده استعدادا لمباراه الاسماعيلي، المباراه بعد غد الاربعاء باذن الله في استاد الاسكندريه. الاهلي هيسافر غدا للاسكندريه للمبيد فيها. كان في محاضره المستر بيتشو موسيماني قبل التمرينه بتاعت النهارده اللي حضراتكم شايفين جانب منها، وكان في بعض التدريبات البدنيه والخططيه. كان يمكن والتر بواليا عانى من كدمة بسيطة الجهاز الفني والطبي اطمنوا عليه منها، زي ما تعافى طاهر محمد طاهر، كان عنده إصابة في أو تورم في أحد أصبع القدم لكن تعافى منها ودخل في التدريبات، وأيضا شارك محمود متولي بعد شفائه علشان يطمئن مستر بيتسو موسيماني لكل اللاعبين المتاحين، بعد ما عقد جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق اللي طمنوا على كافة اللاعبين قبل السفر غدا الثلاث للإسكندرية إن شاء الله. احنا قلنا إن اكتمال النادي الأهلي بيتيح له فرص مرنة جدا في إنه يستطيع أن يواجه الظروف الصعبة القادمة. أيوه. من ضغط المباريات، وهو من خلال عملية تدوير يعني. أيوه. كل إضافة وكل شفاء هي بتدي مرونة للجهاز الفني، وبتطمنا على برضه ما هو أنت عندك لعيبة كان متوقع لها انها تكسر الدنيا. الاصابه اللي عينا حرمتنا منهم. صحيح. فرجوعهم في التوقيت ده هيخلينا نبص لاخر السنه، احنا السنه الجايه شكلنا هيبقى عامل ازاي باذن الله. طيب خلينا في الموسم ده شكلنا هيبقى عامل ازاي، لانه الحقيقه المباريات اللي باقيه في الدوري كلها اجنده مضغوطه. الاهلي بيلعب سبت واربع باستمرار، او سبت واربع. الاهلي والاسماعيلي في استاد الاسكندريه زي ما قلت لكم الاربع، السبت الاهلي مع انبي في استاد الاهلي والسلام، الاربع اللي بقى الثلاث بعد الاهلي وطلائع الجيش يوم الثلاث 17 اغسطس في استاد السويس، الاهلي والمصري يوم الجمعه 20 اغسطس 9 مساء في استاد الاسكندريه، الاهلي والجونه احد يومي 23 و24 اغسطس، والختام مع اسوان احد يومي 26 و27 اغسطس. والاهلي زي ما حضراتكم متابعين وعارفين يهمه فقط المكسب، باذن الله تعالى يكسب مبارياته الست المتبقيه يتوج بطلا للدوري ويحتفظ باللقب ان شاء الله، دون الانتظار الى اي نتائج اخرى او النظر يمينا او شمالا يا باشمهندس.
طبعا. يعني هو انا ممكن اذكر شيء كده بسرعه، شيء واحد خطر في بالي واحنا بنتكلم دلوقتي، ربما يعني يبان انه، بس هو له علاقه برسالتنا احنا. اها. يا استاذ ابراهيم، من اول يوم واحنا بنلتزم باسلوب معين وخط معين وبنقول خلافنا مع المكتوب وليس الكاتب في كل ردودنا على ما يحدث، لدرجه ان احنا احيانا بنتهم ان احنا ما بنردش على اللي يخصنا، وقلنا مش هنرد على اللي يخصنا. التزاما وامعانا في ادراكنا لدورنا التربوي المسؤول جدا المهني جدا، ان احنا بنرد بوثائق وبمستندات وباسلوب، بنحاول بقدر الامكان ما نردش على التجاوزات حتى بنفس الاسلوب، انما بنحاول نرفع مستوى الحديث الى التفكير. يعني كل مره بنقول الناس فكروا معانا، لدرجه ان احنا احيانا بنوجه حديثنا الى جماهير المنافسين، يا جماعه بيتقال لكم كذا، طب فكروا في الردود بتاعتنا. وده اللي احنا حريصين عليه لادراكنا، مش لان حد بينبه علينا او حد بيقيدنا، وان كان هناك من يحق له ان يعني يوجه ويقيد، ولكن لادراكنا ان احنا من نفسنا يجب ان نكون عندنا، لان ده اللي بنطلبه وبنأمله من الاخرين، ان يكون عندنا حد من المسؤوليه يسمح ان احنا نقول للناس ما تخشوش في مهاترات تزيد من الاحتقان. كم مره انا استنكرت التحفيل؟ كم مره قدامك بتوص الشباب، كم مره بقول لهم سهل نقول اللي فات اللي زعل الناس صحيح منين؟ صحيح. كم مره بقول لك يجب الا ننكأ جراح مش من الرياضه الخاسر؟ طبعا. كم مره بنقول علينا الا نتفاخر بانتصاراتنا ولكن نفرح بيها؟ لا تغتر. وكم مره بقول علينا ان نفرح بعقلانيه وبدون غرور، والا ننكسر عند الهزيمه بس ناخد دروس. كم مره هذا البرنامج نادى بهذه، هذه مهنيه ولا مش مهنيه يا استاذ ابراهيم؟ مهنيه. ايوه، هذه مهنيه. وفي نفس الوقت اذا كان حد زعلان مننا احنا مفتوحين للحوار، بس يقول لنا زعلان مننا في ايه؟ يعني يقول لنا هو انتوا عملتوا كده ليه عشان نرد عليه بشكل موضوعي؟ هو احنا ما في مره اتناقشنا في حاجه ما جبناش المستند بتاعها؟ حصل؟ طبعا. اذا ارجو ان الناس وهي بتتفرج معانا تتفرج معانا وتعي ما نقوله، بالذات يا سيدي الجماهير، عشان ناخد بعضنا في سياق ان احنا نمنع اولا الاحتقان، نمنع نستمتع بالرياضه. انا بقول ان الاحتقان لا يؤدي الى استمتاع، بقول ان التحفيل بيؤدي الى الناس خايفه مش من النتيجه، خايفه من التحفيل، فمش عارفين نستمتع بالرياضه. ولذلك مش معقوله هنعمل الشيء اللي احنا بنطالب بعدم حدوثه. بس انا بقول الكلمتين دول عشان كل اللي بيتابعونا يتابعونا من هذا المنظور، من منظور يا جماعه فكروا في اللي بنقوله. المسؤوليه. واذا كنا في يوم ما هنشد حد يعني يقول لنا دي بالذات جت اوفر، دي بالذات ما كانش ينبغي تتقال، حاجه محدده. فارجو ان كل الجماهير سواء جماهير الاهلي او جماهير الانديه المنافسه تتعامل معانا بهذا المنظور، وكل من يريد مهنيه لازم يتاكد ان احنا بنحاسب نفسنا بمعايير اشد صرامه من اي حد. ده كان كلام مهم جدا، لكن زي ما تعودت دائما وابدا ضربه البدايه هي مع مقالي ومقاله السمسره واللعبة القذرة. وخلينا أقول لكم هي فعلا ديرتي جيم أو اللعبة القذرة بالمعنى الحرفي. طب احنا بقى واحنا عايزين نقول المهنية بلاش كلمة القذرة. واللعب عكس اللعب النظيف. واللعب عكس اللعب النظيف. ليه بقى؟ لأن اللعب النظيف ده تعليمات من الفيفا. العب لعب نظيف. خرقها ديرتي. ديرتي أو مش ديرتي. ما تخرقهاش. طب هقول لكم ايه المشكله فين. لان اللعب النظيف بيتضمن السلامه الماليه، بيتضمن التصرفات التعامل في مراحل القيد والتفاوض وكده، كمان بيتكلم في دور الوكلاء يا استاذ ابراهيم.
هي دي. ما انا عايز عايز اناقشك باستفاضه لانه ده ملعبه برضه، ده ملعب المهندس عدلي كخبير تسويق. هقول لكم ايه المشكله في المراحل الصعبه من بطوله الدوري، واديكم شايفين المنافسه على كل المراكز تقريبا. تبصوا تلاقوا في نشاط ملحوظ لوكلاء اللاعبين والسماسره المندوبين عنهم، اللعب باستمرار في اذان اللعيبه. ولما يكون الامور بتيجي قبل مباريات مهمه، النادي الف هيلاعب النادي جيم، تبص تلاقي السمسار فلان الفلاني والوكيل فلان الفلاني اللي شغالين لصالح جيم فجاه يروحوا مصطادين كام لعيب مؤثر، يقول له الحق ده الف عايزك، ده كلموني عايزينك، طب بالراحه عليهم شويه، طب والنبي مش عارف ما تحرجنيش. وتبص تلاقوا في شكاوي كتيره جدا تحت السطح الكروي من هذه الظاهره. ده كلام غير اخلاقي بالمره، كلام انا هناقش المهندس عدلي اذا كان ده اصلا من صميم عمل الوكلاء ولا لا، اليات عمل الوكيل، توقيت عمل الوكيل، والمنهج اللي بيشتغل من خلاله. لانه المسائل فعلا على كل الانديه ولكل المتنافسين، احنا في مرحله حرجه جدا حفاظا على حقوق كل الانديه في المسابقه، ان المفروض يكون اللعب انضف شويه من كده. بص يا استاذ ابراهيم، لا اتحدث الا اتفقنا ومعانا دليل. لكن الشواهد بتقول كده، يعني انت اذا كان هذا يحدث ليجب هنا بقى دور اتحاد الكره اللي بنقول له استفيد مما يحدث على مستوى العالم. ايوه، ابتدي حاسب عناصر اللعبه. ايوه، حساب موضوعي. واحنا ما بقولكش يعني اعمل حاجه مش موضوعيه. لما يجي النهارده تشوف ميسي مثلا كاد ان يقترب، او هو قال كده انا عايز اقعد في برشلونه، وبرشلونه قالوا احنا عايزين يقعد معانا، فجاه يطلع بيان يقول لك يا خبر ابيض، ده اللي قال لنا المارجن بتاع التعاقد بتاعك ما يغطيش التجديد ده. قد يكون هذا حقيقي وقد لا يكون حقيقي، ولكن الحقيقي انه استند الى هذا السبب نتيجه في نظام محطوط تكتشف منه ده اللي يهمني. ممنوع ان انت تخترق. ما يهمنيش دوافع ميسي ايه ودوافع لابورتا ايه. لكن يهمني ان في قواعد حتى لما حب لابورتا او ميسي يتنصلوا من اتفاقهم طبقوه على نفسه، وقالوا مش هنقدر نخترق. وميسي قال لك انا خفضت نص الراتب. اذا هناك من يراقب هذا الامر. انت بقى كنت عارف كده فاتبحبحت عشان تهرب من انك انت فشلك في التجديد لميسي، او هو استنى لما انت استنفذت الحد المسموح به عشان ما تقدرش على ثمنه، فيبقى عداني العيب انا عايز اجي بس الليجا بتقول لا، واحنا الاثنين بنعيط. لكن في النهايه الليجا بتقول لا، في مارجن، في حد ما تقدرش تعديه. ولو كنت ميسي ولو كنت برشلونه. حتى لو كنت ميسي. حتى لو كنت ميسي. بص، احترام النظام قبليها وبعديها وقبل قبليها. ايوه، هناك انديه اتخصم منها نقاط لان عليها التزامات لم تستطع الوفاء بها. وده يخالف اللعب المالي النظيف. ايوه، طبق يا عم. والقواعد طبق يا عم. تيجي تبص عندك هنا بتطبق على ناس وبتفوت لناس. احنا عايزين القانون لما يطبق حد يطلع يقول لك اشمعنى، انت اللي بتحط نفسك في لحظه دائره الضغط عليك. اه، انت اللي بتتطوع تعمل حلول تخالف القانون وما تعملهاش للكل. هو الاسماعيلي النهارده مش هتخصم منه نقاط. صحيح. هتخصم منه نقاط. ايوه. طيب، اذا اتحاد الكره مطالب باعمال قواعد اللعب النظيف، وفي الحلال محدش هيلومه، ما هو مطالب بكده. لان اي حد هيشتكي، على فكره اي حد هيشتكي هيداول القضيه وهيكسبها. طب ما يخص الوكلاء بقى، ما انا جاي لك حاجه اللي في ايد اتحاد الكوره ده، وفي ايد اتحاد الكوره يضبط اداء وكلاء اللاعبين، مش بس الوكلاء والاتصالات اللي احيانا قد تمس بعض في اسماء يقول لك اتصل بيا فلان. قد يكون هذا حقيقي وقد لا يكون حقيقي، لكن حقق. ايوه، انت ما تجيش في اللحظات اللي احنا فيها فتره ريبه رهيبه جدا، وكل الصراعات قمه وقاع مرتبطه بلقاءات
لو كلمت لعيب في الفترة دي أنت تخرق الميثاق اللعب النظيف، سواء عن طريق وكيل أو سواء عن طريق مسؤول. لابد أن يكون اتحاد الكرة يتدخل وبمنتهى القوة. والأستاذ أحمد مجاد عنده فرصة تاريخية أنه يشتغل بشكل قوي، وهو بيقدم هذه الرسالة. أنا قوي ما بيهمنيش. اشتغل. أدي الجدول هيبقى كده. لا أنا كمان حكام مصريين ما فيش أجانب. أنت دخلت في ملفات صعبة. ونفذتها. طب خش في الملفات الأصعب وأنت بتقول أنا مش هنزل الانتخابات ومش هتعين. مش هقبل تعيينات. مدير تنفيذي. عشان يقول لك ما هو طيب طالما أنك أنت متحرر من ضغوط أي حد يضغط عليك، اعمل حاجة تاريخية واظبط أداء المنظومة خصوصا إذا كنت في نية تسلمها للجنة المحترفين. رابطة الأندية المحترفين، سلمها لهم وهم متورطين في إن الراجل ده سلم له كل جو منضبط، ما هواش خايف على حد. ما تقدرش لجنة الأندية المحترفين إنها تتراجع عن عمل منضبط. أصعب حاجة إنك تبتدي اللي يعلق الجرس في رقبة القط. دي أصعب حاجة. لما بيتعلق كله بيبقى شجاع بعدين. فأرجو إن ده لكن هناك أيضا يا أستاذ إبراهيم، مش بس إنك تتصل بالأندية المنافسة، إنك تشوشر على لعيبة بتلعب في أنديتها. هو النهاردة دور الوكيل يطلع يقول لك فلان مش هيقبل هذا وفلان هيقبل هذا، مش ممكن. إزاي؟ أنت أولا بتحرج اللعيب بتاعك، بتأثر على علاقته بجماهيره، بتأثر على علاقته بزمايله، بتأثر على علاقته بناديه، بتأثر على فرصه إذا كان الناس هتعتمد عليه الفترة الجاية. صحيح. فيجي واحد يقول لك أنتوا عايزين ترجعوا فلان؟ لا، ده عايز يلعب أساسي. اضمنوا له إنه هيلعب عشان يرجع. أو هو مش عايز يرجع علشان شغل سماسرة. يعني أنت لعيب مرشح إنه يرجع. وهو فرود واعد مثلا. ومين النادي اللي بيضمن للعيب المشاركة؟ مفيش حاجة كده. ولا يقدر حد طبعًا. ولا ميسي يقدر يقولها. طبعا. فأنت اما تيجي تطلع الكلام ده على لسان اللاعبين انت بتعمل ايه؟ بتضغط على نادي وبتحرق الثقه اللي بينه وبين نادي عشان يقولوا طب مع السلامه. ايوه. اللي هو عايزها بقى مع السلامه دي مين؟ الوكيل واللاعب ممكن، بس الوكيل بيلعب دور. اصل الوكيل ده مدير اعمال في الاخر. ما هوش راجل بيجيب فرصه ياخد عمود ويتكل. هو دوره ابعد من هذا. وعلى فكره ما بقاش في حاجه اسمها وكيل على مستوى العالم. لكن احنا مصممين نشتغلها سماسرة. ولما تشتغلها سماسرة تبقى بتشتغل لحسابك لوحدك، ولا اللعيب يهمك ولا النادي يهمك. اللعيب هيهمك طول ما هو بيعمل اللي انت عايزه عشان تاخد عمولتك منه. لكن بتيجي مرحلة اللعيب لو فاق وعرف ان مصلحته مش في كده هتصطدم بيه. مين ينظم دي؟ الاتحاد. إذن اتحاد الكرة عليه مسؤوليه الفترة القادمة في كل القضايا اللي حضرتك. إذن هي أكتر من كورة سخنة جدا. المهندس عدلي طب جيانا هنخليها لفقرتها بقى. إلى ملعب اتحاد الكرة في وقتها هنخليها في مرة. نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف الميدالية الأغلى لأبطالنا. ما تخافش على الأهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا مقالي ومقال وشفنا قد ايه لعيبه السماسره والوكلاء في هذا التوقيت المتاخر والمهم كمان في منافسات الدوري ممكن يبقى له تاثير. والمهندس عدلي ناشد اتحاد الكره والمهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه المؤقته ضروره اعمال كل الضوابط ومراقبه كل تصرفات اطراف اللعبه كلها حفاظا على مبدا اللعب النظيف وحقوق كل المتنافسين. ده كان أبرز ما في ضربة البداية، لكن هناك كلام كثير في الغربال الميدالية الأغلى لأبطالنا. الباسة المصرية رجعت وبحمد الله بست ميداليات، كان فيها البنت زي الولد، ما هيش كمالة عدد أبدا لأنه الستة متوزعين بقسمة عادلة، ثلاث بنات وثلاث بس الثلاث بنات فيهم ذهب. بس الثلاث بنات ترجح كفتهم في ريال اشرف بطله الكاراتيه اللي جابت الذهبيه، بالاضافه الى هدايه ملاك
لاعبة التايكوندو اللي جابت البرونزية، وأيضا جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه اللي حازت على الميدالية البرونزية وفاز بالثلاث ميداليات التانيين، كيشو بطل المصارعة وسيف عيسى بطل التايكوندو. والحقيقة الميدالية الغالية جدا ميدالية أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث، فاز بالميدالية الفضية. وعشان بس تفتكروا قد إيه ميدالية الخماسي الحديث غالية، لأنه لاعب الخماسي الحديث ده بيتنافس في خمس ألعاب، يعني بيلعب سباحة وبيلعب فروسية وبيلعب رماية وبيلعب جري، فبالتالي في الأربع ألعاب أو الخمس ألعاب بالإضافة للسلاح بياخد ميدالية. فدول أبطالنا الست أبطال اللي فازوا. لكن بقول لكم هي ليه هو قيمة ميدالية الجندي حاجتين مهمين جدا. إن إحنا بقالنا مدة في بطولات العالم في الخماسي لينا مراكز متقدمة جدا. نروح الدورة الأولمبية ما ناخدش حاجة، ما يبقاش فيه التوفيق ده. وهو جندي بطل عالم. بطل عالم، لكن عمل رومونتادا تاريخية، يعني لحد هذا السباق ما يعني لو لم يحقق هذا يعني عمل آخر سباقين هم عمل رومونتادا عالية جدا واقترب كثير. على فكرة هو الفرق بينه وبين الأول ضئيل يعني. صحيح. طيب أنا ليه بقول لكم دي في ريال أشرف الحياة المدهشة اللي حققت ذهبية وزنها في الكاراتيه، لكن عايز أقول لكم أنه قبل هذه الميداليات وقيمة هذه الميداليات الحقيقة كان في ميدالية غالية جدا بدت على السطح العام لكل المصريين، لكل هؤلاء الأبطال مع كل قيمة ميدالياتهم، كانت القيمة الأغلى لهذه البعثة هي هذا الاهتمام والتقدير والتكريم الرئاسي من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبطال البعثة. كلنا بنتابع دورات أولمبية وكلنا بنتابع البعثة المصرية ومشاركاتها، ما سبقش أبدا أن في بعثة أولمبية مصرية حظيت بالمتابعة والمساندة على أعلى مستوى يوم بيوم في المنافسات الصعبة زي ما حدث من الرئيس عبد الفتاح السيسي للبعثة المصرية. وأعتقد تابعتوا حضراتكم الدعم الكبير جدا اللي قدم لمنتخب اليد، والتحية للاعبي كرة اليد حتى بعد الخسارة، لأنه ما في النهاية خسروا بشرف بعد ما قدموا كل اللي عليهم، فكان مجهود يستحق وتمثيل يستحق من الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيه التحية لأبطال مصر. وشفنا التهنئة وشفنا الدعم وشفنا المؤازرة والمساندة مع كل إنجاز يتحقق. يمكن دي تهنية سيادة الرئيس للبطلة المصرية فريال أشرف، وقال لها أتقدم بالتهنئة لابنة مصر البطلة فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صناعة الإنجازات في جميع المجالات، فخور بابنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية. دي الميدالية الغالية لفريال أشرف، زي ما كان لعيبة كرة اليد حظوا بهذا الدعم وهذه المساندة وهذا التقدير الرئاسي، وكان قال لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي أبنائي شباب مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو 2020، كما أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيدا من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية، متمنيا لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة. تقدير وتكريم ودعم. وأنا معك إن دي أهم ما تحقق من ميداليات. ليه أهم ما تحقق من ميداليات؟ طبعا ابتدوا يحسوا إن أعلى مستوى في الدولة بيتابع يوم بيوم وبيتابع بتفاعل. هيطلق أسماء هؤلاء الأبطال على المحاور المرورية. لسه في حاجات كتير والمكافات هنتكلم على على البنفيت او المكاسب اللي خدوها الولاد دول. ايوه. انما خلينا في المغزى والدلاله. ايوه. لان دي اهم ما في الموضوع. لما تقرا بدقه مثلا البرقيه اللي اتبعتت لمنتخب كره اليد بمجرد وصولهم للمنافسه على المركز الثالث والرابع
كانت برقية لها معنى جامد جدا. إن أنا الغاية الأولمبية مترجمة في هذه الرسالة. أيوة. إيه الغاية الأولمبية؟ ليس عليك إدراك النجاح ولكن شرف المحاولة الجادة. أيوة. ابذل ما عليك. ابذل ما عليك تبقى أنت بطل أولمبي. بس. شرف. شرف. صحيح. قاتل بشرف. صحيح. وهنا ده يختلف عن التمثيل المشرف. القتال بشرف إن الناس تشعر بجدارتك ولكن لابد ثمة فائز. لكنك أنت أيضا جدير إنك تكون فائز. لكن لابد من فائز. إذن عندما شعر السيد الرئيس بجدارة هذا المنتخب وبقدرته قال لك أنا مش هستنى إن ما تيجي نتيجة تفسد الفرحة وتفسد وأدي لهم حافز إضافي. أيوه. أنا هقول لكم أنتوا خلاص الجدارة تحققت ولمسها كل العالم. ولكن يا ريت تاخدونا أبعد من هذه اللحظة. أيوه. وده اللي أستشعره في منتخب صغير السن يا أستاذ إبراهيم. أيوه. قوامه 80% النهارده من أبطال العالم وأبطال وثالث العالم في الناشئين والشباب. أيوه. قريبا تحققوا. أيوه. هذا. أيوه. واحد أو اثنين هيبقوا في مرحلة الجيل الوسط. إذا جيل قدامه دورتين أولمبيتين على الأقل يكون موجود إن شاء الله بهذا الزخم إذا ما أضيفش إليه عناصر جديدة. وأنا بقول لك لولا إصابة علي زين قبل ماتش النهائي اللي هو بتاع البرونزية مؤثر، لعيب مؤثر طبعا. جدا طبعا. يعني أنت خسرت فرق جولين. أيوه. والجولين دول بيجوا في آخر لحظة أنك أنت تبقى معاك الكورة ومستعجل وعايز تجيب التعادل فتعمل عليك هجمة مرتدة. كان هيكون مؤثر جدا لأنه علي زين هو مع زمايله طبعا وما حققه احمد الاحمر من ارقام تدعو الى الفخر في هذه البطوله لكل التحيه مع وزملاء طبعا. لكن الدولي. لازم علي زين تحديدا ان انا كلمتك تاثيره هيكون ايه. مؤثر. علي زين لاعب خط خلفي. اذا هو من اللعيبه اللي تبقى هجوميا تضيف كثيرا الى الفريق وعنده حلول. يعني هو في مزيج من حسين زكي وسامي عبد الوارث وانا بقول الاثنين دول في وجهه نظري اهم باكين ظهروا او من اهم الباكات اللي ظهرت في 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 من الناحيه الفنيه. زائد انه بمزيج ثالث عليهم انه سنتر هاف. السنتر هاف اللي هو البلاي ميكر. انه يستطيع من النضج انه كان يلعب الدايره. يسقط يلعب الوينج عنده رؤيه ناضجه انه بيستخدم ان الدفاع لما بيطلع يقابله عشان خايف من قوته الهجوميه كان يقدر يلعب اللي حواليه فهو كان لعيب مؤثر. لكن اللي وصل لمنتخبنا كره اليد استحق الاحترام وهي قيمه كبيره جدا وخصوصا في الدورات الاولمبيه. ممكن برضو معلش يا استاذ ابراهيم احنا بنتكلم في حدث في ناس ما حققتش. ايوه. لكن تحظى بتقدير واحترام شديد جدا. ايوه. السلاح. طب خلينا اقول لك كلهم يعني نتائج البعثه بالكامل عشان نشوف كل واحد عمل ايه سريعا. ما انا في ناس ما حققتش عايز اقول لك انهم اكنهم حققوا. ما انا هقول لك منتخب كره اليد الرابع اللي جه في المركز الخامس محمد مصطفى لاعب المصارعه في وزن 87 ده في المركز الخامس وده نفس المركز اللي احتله منتخب مصر في سلاح السيف للفرق. ايضا عمر عصر لاعب تنس الطاوله جه في المركز الخامس وده رقم او ده ترتيب رائع جدا ل تاريخ مصر في تنس الطاوله ده غير مسبوق بالمره لا مصريا ولا عربيا انك حد يحتل المركز الخامس في تنس الطاوله ده انجاز كبير جدا. علاء ابو القاسم بطل السلاح كان في المركز السادس. محمد حمزه ايضا زميله في الشيش كان في المركز السابع. محمد سيد لاعب سيف الممارزه كان في الثامن. مصطفى عمرو لاعب الجله كان في المركز الثامن زي نفس المركز اللي حققه عبد الرحمن وائل لاعب التايكوندو في وزن 68 كيلو جرام. في المركز الثامن كان منتخب مصر لكرة القدم احتل المركز الثامن منتخب الأولمبي. المركز الثامن كان منتخب مصر لسلاح الشيش. المركز التاسع كانت ملك حمزة في جمباز الترامبولين. والمركز العاشر كان سيف آسر أيضا في جمباز الترامبولين. والمركز الحداشر كان لمهاب مهيمن في نهائي الغطس من منصة برضو متحرك. الغطس دي ميدالية مش ميدالية مركز شرفي. أيوه. تتوقف عنده ما حصلش قبل كده. أيوه. لكن هناك
زي محمد السيد. ايوه. شاب عنده 18 سنه يقدر يعمل هذه الانجازات ويخسر من بطل كبير. ويخسر ايه في المبارزه؟ يخسر ايه وهو يعني كاد ان يدخل التاريخ ومتقدم بعدين ببونطة او اثنين يعني. ايوه. ابو القاسم طبعا ده راجل مصنف عالميا. فريق السلاح نفسه مصنف عالميا. ايوه. انت عارف ان متصدر التصنيف العالمي حتى بعد دوره طوكيو. اذا انت عندك ناس مصنفين، في ناس عملت نتائج ما كانتش متوقعه زي الفروسيه رغم انها ترتيبها متاخر، لكن عملت نتائج يعتبر تمثيل مشرف. كويس. انما المصارعه استاذ ابراهيم وجيانا. جيانا انا مش عارف اقول اللفظ ده ازاي. تم اغتيال فرصتها في ميداليه ذهبيه. ليه؟ جيانا بتلعب ولو كسبت هتلعب اول وتاني. اتعادلت. المنافس بتاعها البنت اللي قدامها واخده انذارين وطريقه اللعب السلبي، فلما يتحط المعيار اختار انت يا عم، الاثنين اتعادلوا، ايه الكريتيريا اللي الحكم المغربي استند اليها عشان يقول اللعيبه الصينيه؟ يعني هو اختار اللعيبه الصينيه بناء على ايه؟ اذا كان انت هي عندها الانذارين، يعني انت في كره القدم استاذ ابراهيم لما بيتساوى الفرق في كل حاجه، الاتحاد الدولي حط معيار ممكن تخش بيه اللي هو اللعب النظيف، وتم تطبيقه في بعض البطولات الكبرى. ايوه. اللي هو ايه؟ اللي ما بياخدش انذارات. فكان كل التوقعات لما اتعادلوا ان الاختيار الجداره هيروح لجيانا. المفاجاه المرعبه ان الحكم المغربي اختار اللعيبه الاخرى. لما الناس عملت سيرش على الحكم المغربي لقوا حاجات جايبها لنا ولا مش جايبها لنا؟ موجود. طيب مش هحرقها للناس عشان تبقى، واحنا بنوثق ما بنقولش وجهه نظر. جيانا كانت تستحق انها تلعب اول وتاني. طيب جيانا كانت تستحق، وهنتكلم على جيانا وهنشوف ايه سبب انحياز الحكم المغربي وملابساته، بس كمان كان في لحظه انسانيه رائعه جدا القنوات الفضائيه اهتمت برصدها. اسره فريال اشرف وهي بتتابع، شوفوا قلب الام وهي بتتابع، تكاد تكون بتلعب مع بنتها وهي في طوكيو لحظه بلحظه. احتفال اسره فريال اشرف بهذه الميداليه الذهبيه التاريخيه كان لازم نقف معاها. يا رب ربنا يخليك يا بنتي. 10 ثواني 10 ثواني. منين؟ معلش معلش السلسو ضاع. لا التعادل لا يعني لما نرمي التعادل ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. خلي حلوه ان شاء الله يا بنتي. اربع ثواني اربع ثواني اتعدوا ان شاء الله. باري 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 بس فيديو ليه فيديو ليه عشان ايه؟ لا فيديو انت كمان يا هاني، فيديو كمان يا هاني. راضيين بكل شيء. ايه ده؟ دي مش نقطة دي. راضيين بكل شيء يا رب. راضيين بكل شيء. هاني اعمل فيديو. ايه مش نقطة. اهو ايه مش نقطة. ايه مش نقطة. مش نقطة. مش نقطة. أربع ثواني. أربع ثواني. أربع ثواني. صلى على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الحمد لله. الحقيقة أنا عايز التغطية المهنية دي هايلة. فكرة طبعًا. محترمة جدا. أنا شفتها على الهواء. لأن أنا كنت بقلب لقيتهم في 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 هذا المنزل وكانت لسه 1-0 ساعة ما قلبت. وتابعت الام وهي عماله بتصر وعينيها بتدمع، والاب وهو مش عارف ايه، والاخوات بيعملوا ايه. عشت معاهم 3-4 دقايق بانفعالات، لقيتني انا نفسي تترقرق الدموع، والله دموعي متاثر من اللي بشوفه.
ووصل بينا التوتر اطول 10 ثواني في التاريخ. اه طبعا. اصل انت بتختم، انت بتفكرني بدوره اثن. لم تحقق اي ميداليات، واخر يوم تجيب 4 ميداليات منهم كرم جابر بقى. واحده فضه واثنين برونز. كرم جابر والباز في الملاكمه فانت انا يعني مال هتجنن يعني، هو احنا كتير علينا فخلاص، فاضل اخر يوم ما حققناش لا فضه ولا ذهب، كل تاخيره فيها خيره. فاول ما الجند جاب الفضه قلت يا فرج الله، حركنا من البرونز شويه، فلقيتهم بيقولوا بتلعب على البتاع ومتزعل مع الاسره. قعدت اقلب، لما القناه لازم تحيا والمخرج لازم يحيى، اون تايم سبورت لازم يحيوا على الفكره دي. صحيح، ولو انهم بوظوا لنا اعصابنا يعني. احنا عشنا اللقطه على الهوا. اقول يا رب انا ناقص فرجه على الاهلي على فريال لكن فرجه فريال بطعم الذهب. صحيح، فتفاجئ ان انت تجيب الذهب، يبقى انت جبت الذهب وجبت الفضه واتنطرت بقى الى مكان تاني يعني لم يسبقك الا قطر بلعيبه مجنسه. انت لعيبتك المصريين ومن اللعيبه المجنسه دي لاعب مصري. صحيح، لو كان في صفوفك اللي انت اللي كنت الاول. صحيح، يعني لو اتنقل ده من هنا لهنا، وجيانا لو كانت خدت حقها لكنت جبت اتنين. يعني انت تقعد تستخسر بقى في الحاجات وتحسب. طب جيانا ليه ما خدتش حقها؟ ايه اللي حصل مع الحكم المغربي؟ وهل فعلا تدخل في التاثير على النتيجه ولا لا؟ هو انا بس نسيت اقول حاجه. تحيه السيد الرئيس وبرقياته، زي ما انا متاكد كده ان المرحله القادمه للدار الاولمبيه الجايه هتكون مختلفه بالظبط، وهتكون جاده، وهتكون تحت الميكروسكوب، ومش هياخدها غير المستحق. امر تكليف بقى باينه بقى. ايوه باينه بقى. احنا عمالين نحذف فلوسنا فين، وباينه مين اللي ايه. ما بقولش ان اللي يتاهل ما يروحش، يروح حقه اللي يتاهل عن افريقيا، بس نركز بس على اموالنا تتصرف على مين، العناصر وفين وفي التوقيت ايه وفي البطولات اللي ايه. وارجو ان مشكله رفع الاثقال تحظى باهتمام وتحقيق، وتكون موجوده في الدوره الجايه، ويكون الاعداد بتاع ولادنا دول على اعلى مستوى عشان يخلصوا لبلدهم ويجيبوا لنا الميداليات اللي راحت مننا. انت عارف ان احنا كان من الممكن ان نحقق مزيد من الميداليات. محمد ايهاب وساره سمير ارقامهم تسمح، لو كانوا سافروا كانوا خدوا ميداليات تجيب ده. يا فضل. يعني حسب ادائهم بقى. ايوه، لكن ليه نتحرم من 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 هذا الحلم؟ ليه ايهاب عبد الحميد نتحرم منه؟ ليه ايهاب عبد محمد ايهاب نتحرم منه؟ ليه ساره سمير وغيرها؟ انا اظن ان كل الابطال بتوعنا وكل اتحاداتنا هتشتغل كما لم تعمل من قبل، وهذه هي القيمه الكبرى للمتابعه الرئاسيه بهذا الزخم وبهذه الدقه وبهذا التفاعل. طيب، زي ما المهندس عادل اشار، هذا الاهتمام والدعم الرئاسي رفيع المستوى دي رساله تكليف للي جايه، وانا اعتقد بل متاكد فيش هزار اللجنه الاولمبيه المفروض هتعكف على دراسه فنيه بحته للي حصل، دراسه النتائج، مراجعه الارقام، مين العناصر اللي سافرت وكان عندها فرصه واثرت، ومين العناصر اللي ولدت فجاه، ايه سبب ظروفها، وهل فعلا البعثه ما كانتش متوقعه ذهبيه لفريال اشرف وكانت هي فوق كل التوقعات واخترقت كل لا هي بطلت مره واحده. خلي بالك، ثانيا الكاراتيه في احتمال كبير جدا، حتى الان لم يصدر قرار، بس هناك كلام كتير على انه مش هيكون موجود في باريس 24. كنا عايزين نسال ليه. فنتمنى ان احنا هذه الالعاب اللي حققت هذه النتائج المهمه يكون ليها اهتمام كبير في الفتره اللي جايه. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف حقيقه الظلم اللي تعرضت له جيانا فاروق. اهلا بحضراتكم من جديد في حضره ابطال مصر، وفي حضره هذا الانجاز الكبير اللي حققوه بنات وابناء مصر، الست ميداليات الذهبيه وفوق منهم وقبلهم الميداليه الغاليه جدا، وهو هذا التقدير والتكريم الرئاسي رفيع المستوى اللي بيمثلوا دعم قوي جدا ويغير خريطه الاهتمام سواء في اللجنه الاولمبيه او في وزاره الشباب والرياضه للمرحله اللي جايه. المساله ما فيهاش هزار. لكن جيانا فاروق ايه اللي حصل لها؟ ما تيجي قبل ما نقول جيانا فاروق، هو انت بس تديني درس خصوصي في اللغه العربيه
في الفاصل. لا لا العفو لا هقوله. ما انا بقى ما انا عارف انا قلت لهم قبل كده السر ده. بقول لكم ده مدرس العربي بتاعي قال لي ما سالتنيش ليه انا ليه قلت لك مهنيه مش مهنيه. قلت له افيدني يا سيدي. قال لي اصل لا يجوز النسب للجمع. لا يجوز النسب للجمع ولكن للمفرد. فلو نسبت للمهنه تبقى مهنيه. لو نسبت للجمع يبقى مهنيه. تبقى مهنيه. ما ينفعش. فعرفته ليه؟ انا ما عرفتش. طيب نشوف كمان يا جيانا فاروق ايه اللي حصل لها. ولا يسال قدر خبير وخبير الكاراتيه في النادي الاهلي كابتن مراد عاصم. مراد طبعا عاصم ده مخضرم ده ماله؟ سئل هو واحد من ابطال العالم كمان على اللي حصل مع جيانا فاروق. فنشوف الكابتن مراد عاصم في تفسيره للي حصل لجيانا فاروق من الحكم المغربي. اللجنه المحليه بتاعتنا واللجنه الاولمبيه الدوليه والاتحاد الدولي مؤيده بالفيديو. يا جماعه من فضلكم احنا شايفين ان في خطا محتمل هنا نرجو مراجعته واتخاذ اللازم. تمام. خاصه وان احد افراد طاقم التحكيم في بيننا وبينه خلاف سابق معلن وفي شكوى سابقه في الاتحاد الدولي من سنتين. تمام. ونزوله على الملعب هو خطأ إداري من منظم الحكام. لأن المفروض إن ده حكم أفريقي عربي. كان في منافساته معانا جيانا كسبت بنته. لكن هو حول الموضوع لموضوع شخصي جدا. إن المفروض وإحنا بنعين أطقم الحكام في الملاعب نراعي الحساسيات إيجابا وسلبا. على فكرة الكلام اللي قاله الكابتن مراد والله ممكن يتاخد باهتمام. يعني لو دار تحقيق وثبت هذا الأمر، ثبت أنه لم يكن متجردا وحياديا وأن مشاعره غلبته في هذا القرار، ربما يرجع الحق لجيانا الحقيقه. ودي شفناها كمان في حاجه. يعني هو انت المنشطات بتيجي يقول لك اشطب ده ودي ده بعد ده ياخد يطلع يتصعد. صحيح. اذا لو ان هذا الكلام وهو بيقول لك حقيقي، لان في شكوى، بيقول لك في شكوى من سنتين شاكينه. يعني في سابق خلاف. برضه هنا في حته اداريه يا استاذ ابراهيم. هل انا ما اعرفش اداره البعثه، هل اداره البعثه لو كانت تنبهت كان من حقها تعترض او تحط ماتش جيانا مع الصينيه او تحط رايها ساعه الماتش قبل الماتش، الحكم ده يا اخوانا خلي بالكم. بالظبط. لو القرار هيبقى في ايده في النهايه بيننا وبينه مشكله. حتى لو مش في ايده انت في النهايه انت بتختصمه لانك في شكوى بينك وبينه. ما انت مش هتختصمه كده. انت هتقول في مشكله بيننا وبينه. بالظبط. ومختصمينه لدى الاتحاد الدولي. في مذكره ضده من سنتين. واللعيبه دي لعيبه النادي الاهلي واحنا مختصمينه كنادي اهلي. وهي كسبت بنته قبل كده. كسبت بنته قبل كده. هو كمان يستشعر الحرج. انا مش عارف ازاي التن ده ما استشعرش الحرج. فانت لا ما هو مش مستشعر. هو اللي بيعمل كده بيستشعر. لا ما بيستشعرش. هو مش هيستشعر الحرج. لو كان استشعر الحرج كان جرب نفسه. صحيح. كان عنده معيار. كان بعد على طول. واحده عندها انذارين. هي اللي تعتبر الجديره. طيب. فنتمنى زي ما الكابتن مراد عاصم قال، يا جماعه اللجنه الاولمبيه واتحاد الكاراتيه وكل الجهات يعني المعنيه نعمل اللي علينا، ناخد نعمل اللي علينا، ناخد الاسباب، نبعت مذكره احتجاج مشفوعه بالمباراه ومن سابق الخلاف اللي حاصل بين وامالا للشفافيه والروح الاتحاد المصري مع اللاعيبه مع الحكم المغربي. طيب لكن هو هل الراي الفني في اداء الحكم المغربي فعلا اهدر حق جيانا فاروق ولا لا؟ سئل الدكتور مهند مجدي، والدكتور مهند مجدي قبل ما يكون عضو مجلس اداره النادي الاهلي وبطل العالم، بطل العالم في الكاراتيه، الدكتور مهند مجدي ادلى بدله في ما حدث لجيانا فاروق. الهجوم الكبير على الحكم المغربي طبعا هو نتيجه انه حكم عربي وحكم افريقي هو رئيس لجنه الحكام الافريقيه. انا اللي انا كنت شايفه وجهه نظري ان هو كان المفروض طرد يستشعر الحرج وما يحكمش المباراه دي. ده اللي انا كنت شايفه، لان هو في الاخر هو عربي وافريقي وجيانا بتلعب على ميداليا هتطلعها فاينل. انا كنت اتمنى ان هو، ما اعرفش طبعا هل في كواليس ثانيه هناك عند لجنه الحكام، بس ما شاء الله كان في طقم حكام كبير جدا كان ممكن يستعينوا بيهم. لكن
اعتقد ان هو كانت رؤيتهم ان الحكم اللي هو المغربي هو كان حكم الساحة. عشان اقرب لك برضو اكتر، حكم الساحة عكس كرة القدم. كرة القدم الحكم اللي جوه الملعب هو الكل في الكل. أيوة. وحكام الراية بيديله بس الاشارات. أيوة. العكس عندنا في الكاراتيه، حكم الملعب اللي جوه الملعب ده ما هو الا بيطبق الاشارات اللي الحكام بتقال له على الزوايا. ما يقدرش يحكم يدي نقطة الا لو فيه حكمين على الاقل رفعوا نقطة. فبالتالي اعتقد هم تخيلوا ان وجوده مش هيبقى مؤثر قوي، بس كان لازم يعرفوا ان في نسبه ولو 1% ان المباراه ممكن توصل للترجيح. وبالتالي هو هنا هيكون ليه صوت لان هم 5. فدي النقطه بس اللي احنا معولين عليها، الوجهه النظر اللي احنا متبنيينها، يعني انه انا كلاعيبه يعني كنت خسرانه وبقدرت ان انا اعوض أرجع. وقدرت ان انا اوقع الخصم في 3 انذارات. لو كان خد الانذار الرابع كان ممكن تطرد. وبعدين قدرت كمان ان انا الغي الافضليه منها، لان اللعيب اللي معاه الافضليه لو خسر لو خد انذار في اخر 15 ثانيه بتضيع منه الافضليه. فبعد كل اللي انا عملته ده ما ترجحش، دي وجهه النظر اللي احنا بنتكلم فيها. اهم ما قيل بموضوعيه شديده جدا ليست غريبه على الدكتور مهند، ويتحدث كخبير طبعا. قال لك 3 انذارات ولغايه الرابع كانت هتستبعد. ايوه. والانذار الثالث بيفقدها الافضليه. ما هي الافضليه هي ده. ما انت رجعتي بناء على ايه؟ ولذلك أنا أميل إلى رأيه تماما، كان ينبغي عليه أن يستشعر حرج. ولكن إحنا هنا ربما يكون في حتى خطأ في التطبيق. إذا كان الإنذار الثالث بينزع الأفضلية، عايزين نقول له أنت إيه اللي اعتمدت على إيه بس يفسر لنا. وما ضاع هذه أرجو أن يعاملها النادي الأهلي وسوف يعاملها بما يليق بها. هذه لاعبة من ذهب. النادي الأهلي أعلن أنه في تكريم كبير يليق بما أنجزته جيانا فاروق وكل أبطال مصر، والكل في الدكتور مهند مجدي أن يكون على رأس المستقبلين لجيانا فاروق، وتكريمها بإذن الله تعالى على أعلى مستوى، لأنها أول لاعبة في تاريخ الكاراتيه المصري يفوز بميدالية أولمبية. طبعا بعد منها فريال أشرف حققت هذه الميدالية الذهبية، لكن كل ما تحقق الحقيقة حظي باهتمام إعلامي كبير. ودي رسالة للإعلام أنه طب ليه ما نفضلش كده على طول. الألعاب اللي أطلق عليها الراحل العظيم الأستاذ نجيب المستكاوي أن دي الألعاب الشهيدة، أنا الأوان أنها تحظى بهذا الاهتمام على الأقل على مدار فترة الأولمبياد، فترة الأربع سنين الفاصلة بين كل دورة ودورة، وليس مع منافسات الدورة فقط. ونرجع ننسى خالص في ريال وجيانا وكل دول، ونبدا نستدعيهم من الذاكره. هو بس انا في 24 هو المره دي الاستعداد 3 سنين مش 4. عشان هي عشان في سنه ضاعت كورونا استلفتها كورونا طوكيو من الاولمبياد اللي هي الفتره بين الدورتين. ايوه مش الدوره نفسها. ايوه في الاولمبياد دي انت عندك 3 سنين. 3 سنين وقت. مفيش وقت لا هتبني، ومعظم ابطالنا صغيرين ده من حسن الحظ. فاحنا ده استلام باريس للشعله الاولمبيه بقى. يا حاجه جميله جدا جدا. طبعا. والله يا اخي ما في امتع من الرياضه. طبعا ما في امتع من الرياضه. صحيح. كيف نحول الرياضه الى هذا الكابوس الذي نعيشه احيانا في ظل حماقات التحفيل وحماقات الاغاظه والمكايده؟ ازاي باريس استلمت العلم الأولمبي واستلمت الشعلة على أمل اللقاء بكم في 2024، لكن في 2020 طوكيو أعتقد وهو الدورة إدراكها بأن جيانا يعني كانت تستحق أبعد من اللي هي خدته، هي كرمتها بأنها تحمل العلم الدورة في الختام. صحيح. طيب هذا الاهتمام الرئاسي الكبير وهذا الدعم غير المسبوق للبعثة المصرية وللأبطال انعكس على السطح الإعلامي والصحفي بالتحديد، فشفنا نتائج أبطالنا المصريين وميدالياتهم منشطات رئيسية في كل الصحف اليومية. هقول لكم مثلا في الأخبار، الرئيس السيسي يهنئ فريال بذهبيتها، فريال والجندي يصلان بمصر إلى الذهب والفضة بالوصول للرقم 6. طوكيو 2020 تشهد أكبر عدد من الميداليات المصرية في تاريخ الأولمبياد. قالت كمان الأخبار، السيسي للبطلة فريال أشرف، شرفتينا ورفعت رأسنا كلنا، واللاعبة ترد تحيا مصر برئيسها وشعبها. إطلاق أسماء أبطال طوكيو 2020 على المحاور والكباري، وافتتاح مدينة مصر الدولة
للألعاب الأولمبية بالتزامن مع العاصمة الإدارية. الأهرام أيضا كانت عناوينها الرئيسية: ذهبية فريال تشرق في سماء طوكيو، الكاراتيه والخماسي يكتبان لمصر تاريخا جديدا في الأولمبياد، فريال أول فتاة عربية وأفريقية تحقق الذهب بمنافسات الكاراتيه، دعم القيادة السياسية وجهد الوزارة يضع الفراعنة على منصة التتويج 6 مرات. وما اختلفش الأمر كتير في الجمهورية عن الأخبار والأهرام، فكان منشطات الجمهورية: ذهبية فريال فوق الخيال، البطلة للجمهورية الميدالية الذهبية قليلة على مصر، وقالت الجمهورية: تحدث صعب لرفع اسم مصر، شابوه يا أبطال. كلام هايل، كلام في ميعاده، كلام يستحق أكتر منه. صحيح. ولكن أنا أتوقف هنا عند هذا التعليق بتاع الأخبار: إطلاق أسماء أبطال طوكيو على المحاور والكباري وافتتاح مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالتزامن مع العاصمة الإدارية الجديدة. وهنا ناخد القاعدة الثانية الرياضية الخطيرة جدا. أيوه. أعطيني ملعبا أعطيك بطلا. أيوه. إذن اهتمام الدولة بيطبق ببرقيات ومتابعة من سيادة الرئيس، ولكن يسبقه إيه؟ عمل جاد. إن هو بيعمل مدينة أولمبية رياضية في العاصمة الإدارية عشان يقول للناس إحنا جاهزين لأي إيفنت عالمي. أيوه. إحنا كمان أبطالنا هيروحوا حتت يتجهزوا فيها غير مسبوقة. ده الكلام الجاد يا أستاذ إبراهيم. إحنا عايشين في وقت بنشوف فيه الإنجاز ما بنسمعش عنه. إحنا كنا في مرحلة من المراحل إنجازاتنا أحلام فتتحول إلى كلام، ولكن تتحول إلى واقع ما تسمعش عنه غير لما تشوفه. هذا هو الرائع في ما نعيشه في هذه اللحظات. المعركة الحقيقية التي تعيشها مصر هو سباق مع الزمن في رفع الكواليتي، النوعية، الجودة، الجودة في كل حاجة، في الحياة، الجودة في العمل، الجودة في البنية التحتية، الجودة في سعينا. نرجو أن نغتنم هذه الفرصة ونستثمر ما تقدمه الدولة للرياضة سواء من بنية تحتية أو من رعاية فوقية، إن إحنا بقى ملناش عذر في أي تقصير. وده الحقيقة اللي رصدوا كبار الكتاب. هتلاحظ يعني اتساقا مع هذا الاهتمام الكبير وهذا الحدث الشعبي الكبير، خرجت مقالات كبار الكتاب في مختلف الصحف تعكس وتركز على ما تحقق من إنجاز. فهنلاقي في الأخبار كتب الكاتب الصحفي الأستاذ خالد ميري رئيس تحرير الأخبار في مقالاته نبض السطور: الذهب للذهب. وقال خالد ميري: بكينا مع فريال أشرف والسلام الوطني يصدح عالمي عاليا في سماء طوكيو وعنقها يتوج بالذهب المستحق. وقال كمان: من حاول وبذل كل جهد يستحق التكريم، ومن تخاذل وقصر يستحق الحساب. وده دي للموضوعية. وقال كمان خالد ميري: مصر السيسي تسير على طريق المستقبل بنجاح وخطوات ثابتة، والنجاح في طوكيو بداية جديدة لانطلاقة رياضية تستحقها أم الدنيا، وننتظر الكثير من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. وأكد على خالد ميري: الرياضة قوة ناعمة مهمة وعنوان للتقدم، ومصر مع زعيمها الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل العمل ليل نهار لتحقيق النجاح في كل المجالات. هايل. قال جميل، لكن كلمة الحساب عايزة تقف قدامها، لأن احنا بداية الدورة الأولمبية كانت محبطة جدا. أول 3 أيام ضلمة. خصوصا أن تحقق نتائج غير متوقعة لبعض الفرق العربية زي ميدالية السباحة الذهبية. فقعدنا نقول احنا فين احنا فين. الحقيقة كان بيطلع التأكيدات من مسؤول الدورة الأولمبية: يا جماعة الألعاب المرشحة لسه ما جاتش. فالختام كان رائع جدا، وحققنا يعني أكبر عدد من الميداليات في هذه الدورة. أنا رأيي إن الحساب عشان يكون مؤثر، مش بالعقوبة، احنا مش عايزين ننتقم من حد. طبعا لو في انحرافات مالية ده موضوع تاني. أو في انفاق في غير موضوع ده موضوع تاني. ما نقدرش نتكلم فيه. لكن أرجو أن يكون الحساب بإبعاد المقصرين. آن الأوان بالفرز بقى. أيوه.
وده الحقيقه اللي ركز عليه في الجمهوريه الاستاذ عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهوريه، لما قال في عنوان رئيسي لمصر السيسي: المجد للمكافحين بشرف. دي نقطه مهمه جدا، الناس اللي كافحت بشرف وساعد وبذلت اقصى ما لديها لكن بتصطدم بارقام عالميه وبقدرات بشريه اعلى. ف ده الرياضه وده الهدف الاولمبي وده اهم معايير الميثاق الاولمبي، ان تبذل غايه الجهد وليس عليك ادراك النجاح. ده ما اختلفش كتير عن الاهرام اللي قاله الدكتور اسامه الغزالي حرب الكاتب السياسي الكبير دموع احمد الاحمر. وركز اسامه الغزالي على دموع احمد الاحمر بعد اخفاق الهاندبول في المباراه الاخيره، وحيا ووجه التحيه. هو كان في الى ابطال، كان في لقاء، كان في لقاء على الهواء بعد المباراه على طول. ايوه على القناه الناقله، ولكن اختنق صوته ما قدرش يتكلم، قال لهم مش قادر اكمل مش قادر اكمل ومشي زعلان. زعلان جدا لانه طبعا هو كان يتمنى مسيره كبيره جدا، وبالنسبه له هو تحديدا مش هيلعب الدوره الجايه. هو اعلن اعتزاله لعب الدوري. فكان هيرجع في ايده ميداليه برونز واي عظمه واي تكريم. الحقيقه يعني ان ال 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 الكلام عن الدوره الاولمبيه يا استاذ ابراهيم بياخدنا في سكه فيها مشعه بالامل، مشعه بالطموح، ولكن ايضا مشعه بالعمل الجاد جدا، مش مشعه، ملزمه بالعمل الجاد جدا. وده السؤال الاجباري اللي طرحه الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ جلال عارف في الاخبار، قال سؤال الرياضه الاجباري: ماذا بعد طوكيو؟ هتعملوا ايه؟ ايه الترتيبات للي جاي؟ دي رؤيه مهمه جدا. لكن ايضا في النظر بقى على الترتيبات اللي جاي، مقاله مطوله على صفحه كامله كتبها الاستاذ ياسر رزق رئيس مجلس اداره اخبار اليوم السابق تحت عنوان صناعه البطل الاولمبي. واستعرض ياسر رزق في مقالته كل ما يجب فعله للمزيد من الانتاجيه الرياضيه لصناعه بطل اولمبي حقيقي على كافه الاوجه. وفيما يخص الاهلي منها، يمكن قال ياسر رزق ما يخص النادي الاهلي واطلاع النادي الاهلي بدوره الكبير جدا في رعايه الرياضه، وقال ان انا كنت على اتصال مع الكابتن محمود الخطيب وبقى اهنئه بانجاز جيانا فاروق، وجدته مسرورا للغايه وسعيدا بما حققته جيانا فاروق. قال ان انا لما عرضت عليه ليه ما يكونش للنادي الاهلي فروع في كل المحافظات، وقال ياسر رزق: كنت احادث امس الاول اسطوره الكره المصريه واعظم لاعبيها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، اهنئه بفوز البطله الاولمبيه جيانا فاروق لاعبه النادي الاهلي ببرونزيه كانت تستحق افضل منها في الكاراتيه، ووجدته يفكر في تطوير مساهمه النادي في مختلف اللعبات، وطرحت عليه فكره انشاء فرع للاهلي في الدلتا واخر في الصعيد لاكتشاف ورعاية الموهوبين الرياضيا وتنمية قدراتهم وصولا لتحقيق بطولات عالمية ودولية. وقال ياسر رزق: ورحب الكابتن الخطيب دونما تردد بالفكرة. إذن اهتمام كبير بصناعة البطل الأولمبي يا باشمهندس، وأهمية أن نبدأ العمل الجاد. طب إبراهيم لو إحنا بنحلل هنعرف نشتغل إزاي؟ لما تيجي تجد إن في الشمال الأفريقي وبعض الدول العربية ومصر تحديدا ان ابطال الرمي عندهم فرص كويسة. العدو الطويل موجود في افريقيا في المرتفعات، كينيا واثيوبيا والحتت دي. طبعا. وبعض الدول اللي عندها هذه المرتفعات زي المغرب. ايوه. اذا العاب السبرنت والسرعة موجودة في الافارقة. اصحاب البشرة السمراء. يمكن الدوره دي بظروف كورونا عمل بعض النتائج المختلفه عن التوقعات. احنا لو اشتغلنا بالميزه النسبيه النوعيه لمناطقنا الجغرافيه، الخريطه الجينيه الجغرافيه، يعني ممكن نركز على ابطال العدو فين؟ حلايب والشلاتين والنوبه واسوان والاقصر والمناطق دي في الصعيد وانت طالع. العاب طوال القامه زي كره ما كره اليد اشتغلت على الميزه النسبيه. مشروع العمالقه، هلا مشروع العمالقه والشول وساعدتهم بمسابقات تنمي اللي يجيب الجون من بره ال 18 يتحسب بثلاثه او اثنين او حسب المسافه. هذه هي الافكار اللي خارج الصندوق اللي تخليك تقرب انك انت تبقى عندك ابطال يعني محتملين
وخصوصا ان في العاب القوه في ابطال الرمي بتوعنا والله بمزيد من التركيز والمشاركات والاحتكاك هناخد ميداليات باذن الله تعالى. ناخد ميداليات ونطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف حين يعمل جمهور الدرجه الثالثه في الاعلام يحصل ايه. بعد الفاصل. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا هذا الاهتمام الصحفي الكبير، وشفنا استشراف اللي جاي، وشفنا الناس كلها بتسأل ماذا بعد طوكيو، وشفنا الناس بتبدي وجهات نظرها في ترتيبات اللي جاية. باشمهندس ترتيبات اللي جاية بقى، ودي ميزة الفواصل لما يكون اتنين بيتناقشوا ويعندوا مع بعض أو يتحاوروا ويفتحوا البعض سكت. انت قريت ما كتبه الأستاذ ياسر رزق رئيس تحرير او مجلس اداره الاخبار السابق. انا الفقره اللي يعني هو كتب حلول كلها موضوعيه وكلها بتستند الى نبتهز الفرصه باهتمام الدوله اللي شايفينه قدامنا واللي احنا سبق نوهنا اليه. ايوه، ولكن انا هستخلص منه جزئيه تخص النادي الاهلي. أيوة. لما قال انا كلمت الكابتن الخطيب أبارك له على ما حققته جيانا والميدالية تحققت، وانتهز الفرصة أن أنا أقول له هو ليه النادي الأهلي بقى ما يوسعش اهتمامه قواعده في الدلتا وفي الصعيد عشان نشوف أبطال وتركز على الأبطال. فوجدت الكابتن الخطيب يفكر هذا التفكير. والحقيقة أنت فاكر لما رحنا نفتتح فرع الأقصر وقلنا الكلام ده، أن على الأقصر أن يكون مركز أو هب لألعاب القوة تحديدا. أنا رأيي قبل تسبق كرة القدم كمان. طبعا، عشان أنا متوقع أن احنا جينا أبطال من هناك وننشئ بقى كل الحاجات دي، الألعاب الفردية ونهتم بيها ومشروع العمالقة. هتجد في الصعيد كنوز وفي الدلتا أيضا بالميزات النسبية. يعني في مراكز في الدلتا كرة القدم فيها مواهب جامدة جدا فيها، لكن أيضا هتلاقي فيها في سباقات اخرى. النادي الاهلي اعتقد ان مجلس اداره بعد الدوره دي لن يتخلف عن ركب طموح الدوله، وانه هيركز تركيز جامد جدا 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 على الالعاب اللي تجيب لنا ميداليات، وخصوصا لما بتدوق انت طعم وزهو انك تخرج بطل اولمبي ويحقق ميداليه تسعد الملايين وتوحد الشعب. انا مع الاستاذ ياسر مهما كنا انفقنا ان نخلي الشعب كله يعيش لحظه فريال وهي مع اسرتها، يلا الذهب يلا الذهب، او باقي النتائج طبعا السابقه واللاحقه، او الحسره على ما لم يتحقق مثلا من نجاحات متوقعه، او حتى لحظه الزهو العنيفه بالسلام الوطني. كلنا لحظه السلام كلنا الوطني. بقول لك يعني انا في سني دي بقول لك عناية غلبتني وانا بشوف الميداليه الذهب. قلت لي ان انت بكيت. مش بكيت يعني تجد الدموع بتفر من عيني زي ما بقول. يعني غلبتني مشاعري. طبعا غلبتني مشاعري. صحيح وتوحدت مع مشاعر الملايين. يعني ايوه، هو احنا ليه محرومين من ده؟ هو احنا ليه ما بنسعاش لدي اللحظه دي؟ لحظه واثنين وثلاثه وعشر ونتحط في مكاننا. احنا 100 مليون، احنا شعب يتحدى وعايشين التحدي، ودولة تقدم التسهيلات، هي فرصة ذهبية للبناء. طيب، على ذكر الإعلام بقى ودوره، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نبيل عمر مدير تحرير الأهرام الحقيقة كان له مقالة مهمة جدا في الأهرام هذا الأسبوع، لمس فيها وبدقة واقع الإعلام الرياضي وما آل إليه. وكتب نبيل عمر تحت عنوان حين يعمل جمهور الدرجة الثالثة بالإعلام، مقالة مطولة. قال قبل أي كلام نقول إن جمهور الدرجة الثالثة هو روح كرة القدم الذي يمنحها مذاقها وكثيرا من إثارتها والشغف بها، ودونه تفقد اللعبة أهم عناصر متعتها. لكن إذا تجاوز دور هذا الجمهور حدود المدرجات والهتاف والتشجيع والتفنن في مساندة فريقه لأي سبب، تقع مشكلات وتحدث أزمات وتنحرف الساحرة المستديرة. ثم ينتقل نبيل عمر إلى واقع الحال، بيقول هذا ما نشاهده ونسمعه فعلا في كثير من البرامج الرياضية فضائيا وإذاعيا، جرائم مهنية ترتكب عيني عينك، ولا يكاد يخلو يوم
من قول قبيح أو رأي خارج عن الأخلاق أو أكاذيب مرسلة دون أي مواجهة حاسمة، حتى تفاقم الغضب والتربص بين جماهير متعصبة ويقترب من لحظة الانفجار. وعلاج هذا المرض الخطير يتجاوز الدعوات إلى التحلي بالروح الرياضية أو عدم التعرض للمنافسين أو الحض على نبذ التعصب. فأصل أي فعل صحيح هو تنفيذ القانون حرفيا، وليس أعادات الصلح والنيات الطيبة والكلام الحسن المغشوش ثم تعود ريمة لعادتها القديمة. ويمضي نبيل عمر: واضح أن أغلب المذيعين في البرامج الرياضية إلا من رحم ربي يرون في الإثارة وإلهاب المشاعر وإفتعال الجدل أفضل وسائل جذب المشاهدين والمتابعين ومعهم جلب الإعلانات. أما الالتزام بالأخبار الصحيحة والرأي الهادي الذي يستند إلى معرفة حقيقية والتحليل الذي ينصب على معلومات وفهم وخبرات جادة، فهي أشياء لا تجلب جمهورا ولا إعلانات في بيئة رياضية يسيطر عليها العقل الغوغائي منذ سنوات. وأيضا ينتشر مذيعون وصحفيون يستهدفون النيل من ناد كبير وتصدير المشكلات إليه وإهانته والتقليل من بطولاته وتاريخه وبث الفتنة فيه، ويتصورون أن مهمتهم المقدسة هي العمل على إسقاطه وسلب عناصر نجاحه بتشويهها والسخرية منها، ويتمادون أحيانا إلى حد تصويره على هيئة شيطان رياضي ليبدو مثل الابن العاق لمصر أو الحصان الشارد في البرية أو مصاص دماء المفتري على الآخرين. وهؤلاء لا يعنيهم القنابل الموقوتة التي يزرعونها في مشاعر جماهير كرة القدم، إذ تبث لغتهم ومفرداتها قدرا هائلا من التشفي والانتقام، ولا تكف عن تنشيط براكين غضب خاملة بين جماهير الأندية الشعبية كالأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد، جماهير أعصابها متوترة وتكاد تقف على شعر رأسها من فرط ما تفعله فيها تلك اللغة الاستفزازية، متجاهلين أنهم كانوا سببا من أسباب جرائم قتل عمد في المدرجات قبل 9 سنوات. فمنع على أثرها الجمهور من ارتياد الملاعب إلا في حالات نادرة تخص مباريات الفريق القومي فقط. وبيقول الأستاذ نبيل عمر: في الأهرام وكلكم، وأن يجرفوا إدارات الأندية كبيرة إلى ساحة الغوغائية كم آخر، حتى أن جمهور الدرجة الثالثة أصبح سيفا مسلطا على مواقف مجلس الإدارة أو في تصريحات لأعضاء فيه يفترض أنهم من النخبة التي تقود لا أن تقاد. مسلطا بقى بتاع اللغة ولا مسلطا؟ لا، مسلطا. مسلطا أن ترفع صوت العقل في مواجهة الانفلات لا أن تحميه، وبدلا من أن تعلي من قيمة التعاون وتكون صمامات أمان لحركة الرياضة، تصدرت هي الصف الأول من غوغائية مدرجات الدرجة الثالثة سلوكا وكلاما. وبيختتم نبيل عمر: وهذا لا يعني أن نصمت أو نستسلم، فالقانون هو أهم أدوات تفكيك تلك القنابل الموقوتة، وتنفيذه هو الطريق الوحيد لإرجاع كل لسان في رقعة الإعلام الرياضي إلى مربعه الذي يناسب قيمته. فلا يجوز لي وي 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 ثم يمضي أخيرا، حتى يعرف الجميع أن المسألة جادة وليست جبر خواطر عمل مؤسسي لشغل مصاطب. والله أتفق مع يعني إن كانش كل يبقى معظم مقاله الكاتب الكبير نبيل عمر. هو لمس بطريقة الجراح، مشرة الجراح راح مباشرة على العرض بتاع مرض. يعني الاحتقان هو عرض لمرض، انك انت كل همك تدغدغ مشاعر الناس، ما بتروحش للصح، يعني ما تاخدش الطريق الصعب. يعني النهاردة ارجع تاني اقول الدولة، لان الدولة بترجع للطريق الصعب عشان تصلح. ايوه، ما بتعملش الحلول السهلة، وبتفقد احيانا يعني جزء من شعبية لحظية، بس بعد شوية الناس لما بتشوف المنجزات بتقول والله زي بعض وكويس والحمد لله اللي عملنا كده. هو ده الطريق الصعب، مفيش نجاح يطور حياتك الا الطريق الصعب. الطريق السهل انك تعمل لاولادك كل اللي يطلبوا منك. عايز يا بابا حتى لو استلاف بس ابنك ما يعيطش. لكن لو قلت له لا،
انت لو عملت كده طب اسمع انزل اشتغل، لو حوشت كده حدي لك زيه، بس ايه تتفوق في دراستك. ان عمل كده اتعب انت جنبه وديله، لكن تفضل تروح للسهل انك انت عايز تكسب حب الناس بالإفيه بالتحفيل بانك تبان اذكى اخواتك في انك انت تقول تزيف حقيقه، انك تريح مشاعر مش حلوه عند الناس بتفسر لهم هم خسروا لانهم مظلومين والتاني كسب لانه بياخد غير حقه، وتعيش هذا بشكل كامل وكل يوم، وهو ده اللي بيخليك هنا بترد بال ما انت مضطر، والا الاجيال القادمه بعد شويه لو سكت هتتصور ان هي دي الحقيقه، فبترد بمستندات وبلغه بتحكمنا فيها بقدر الامكان انك تترفع طبعًا. عن انك تستخدم نفس المفردات اللي بتستخدم للنيل منك او من ناديك منك انت كالنادي يعني مش فلان وفلان. فهو ده اللي ده الطريق الصعب. فأستاذ نبيل بيقول تنبهوا ما هياش لعبة مسلية انك تجيب الناس تغلط في الناس وتحفل على بعضها على الهوى وعلى نواديها وتطلع الإفيهات تبقى ترندات، ما هو او يتنمر بمدرب او يسيء او يتنمر او حتى تساعد الجمهور وتشجعه على انه يخرج عن السياق وتحتفل معاه وانت مسؤول او عنصر من العناصر او تقدم له اللي هو مستنيه. علينا ان احنا يعني نتنكب الشعار. حتى نبيل عمر في بعض اجزاء من مقالته بيقول لك برامج تجيب ناس عشان تشتم انديه انا بقول لك او تراهن على خسارته. هو احنا لما نشير الى هذا استاذ ابراهيم او تاكد على الكراهيه يبقى احنا بنتجاوب مع لا احنا بنقول بلاش ده بالظبط، لان احنا ما انت لو سكت عن ده هيبقى هو ده اللغه الوحيده اللي في السوق بالظبط. هيتنامى كمان، ما هيتنامى لانه مربح لانه كويس لانه بياكل مع الناس لكن بيعمل فيهم ايه؟ يا بيغيظ ناس يا بيخلي ناس تفرح بحاجات مشاعر بتفرح بحاجات مش صح. طبعا بتفرح بحاجات مش صح، فانك انت تلجا الى انك تظهر هذا ده جزء من المسؤوليه جزء من الواجب. ايوه الاستاذ نبيل ارجو ان يتوقف اصحاب الشأن في الاعلام امام كل كلمه يكتبها ويا سيدي يحققوا فيها. لان مهم الكلام ده والله. ده كلام مهم جدا، وكمان تاكيد نبيل عمر على انه يا جماعه القانون اعمال القانون. ما انا بقى هو ده بقول لك ما هي دي جرائم مهنيه ما انت هتحقق بالقانون يا استاذ. دي جرائم مهنيه بترتكب مش هتحقق الردع والمواجهه ليها بالقانون. اعتقد ده الف باء ضبط معايير الاداء عامه. والله الصح طريقه معروف وواضح جدا وان كان صعب، بس لو عملته هتوصل ان حياتك تبقى سهله. اعمل الصعب عشان حياتك تبقى سهله. ونطلع فاصل؟ واطلع ما اسهل حاجه تطلع فاصل. نطلع فاصل وبعد الفاصل نشوف حكايه الفار الملون. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا كل هذا الاهتمام الكبير بالبعثة الأولمبية، وشفنا هذا التقدير الرئاسي لما أنجزه وحققه أبطال مصر، وشفنا الرؤية الصحفية والإعلامية لضرورة ما يجب أن يتحقق في المرحلة اللي جاية استعدادا لباريس 24 إن شاء الله. لكن دائما وأبدا هناك كلام كثير بعضمة لسانه الفار الملون والمرحلة الحرجة. لما الفار يلعب في عبك تقلق؟ طبعا. ليه؟ لان اللي بيحصل ده اخطاء متكرره في اتجاه واحد يرصده الخبراء في وسائل الاعلام المختلفه. أيوة. بشكل متكرر منتظم دائما انت الخاسر وهناك من يستفيد منه بشكل يكاد يكون ممنهج. ايوه وفي وسط كل ده الدعاوى بان انت اللي مستفيد. فالخطوره هنا الخطوره انك انت تسوق لمن يظلمك انه يتحيز اليك. ايوه فلما تيجي من الخبراء بقى يناقشوا بعضيهم تتضح الحقيقه. زي ما انت رصد لنا كده عشان ما ضيعش وقت، الوقت قليل من فضل
تخش في الموضوع. تقنية الفار أو حكم الفيديو المساعد الحقيقة يعني كان تطور مهم جدا في الكرة المصرية، ولعلكم تذكرون أن النادي الأهلي إبان مجلس المهندس هاني أبو ريدة في اتحاد الكرة كان أول من طالب في مذكرة رسمية اتحاد الكرة بضرورة الاستعانة بكل الخبرات والقدرات الحديثة حفاظا على حقوق كل المتنافسين في البطولة. ورغم كده مين اللي أول ما تخوف معك هنا؟ أنت قلت بقولك. ما الفار في النهاية بشر اللي هيديروا الفار واللي هيتحكموا فيه بشر، يقننوا الصواب يقننوا الخطأ. فأشهد لكم أنه من البداية أول مرة ما قلناها الفار لعب في عب الباشمهندس وهو قاعد كده، بدأ الفار يلعب في عب ويتخوف من اللي هيحصل. له شروط يا إبراهيم. بعد المباراة الأخيرة الأهلي فاز، وفاز فوز كبير، لكن مع هذا الفوز كانت هناك حقوق مشروعة في المباراة تسببت أنه مع كل هدف يسجله الأهلي الحكم يوقف اللعب ونستنى الفار لما يقول كلمته. في بعض الحالات أخفق وفي بعض الحالات أنصف، لكن الكابتن الشناوي في حالات مش مفروض يروح لها، كان له رأي نسمعه. الكرة دي ازاي من وجهة نظر حضرتك اللي كانت في الدقيقة 14؟ وجهة نظري ان حكم الفار يعني اخطأ. وفي عندنا اعادة لما هتشوفها يعني الاعادة اللي هي بعد ما لغى الهدف، بص الكرة راحت فين؟ من المستحيلات ان الكرة الايد مش باينة، تبقى جت في الايد ازاي؟ فين لمسة اليد؟ مش موجودة. فين ايد قفشة؟ مش باينة ايده. طيب نروح للدقيقة 19، طرد مباشر لعامر عامر. طرد هنا مستحق ما فيش فيه كلام. خلي بالك ما منعش فرصة محققة. هو منع هدف. برافو عليك. ماشي تمام. 52 ضربة جزاء للأهلي بيحتسبها حكم المباراة بعد عرقلة من مدافع سيراميكا كليوباترا على حسين الشحات. برضو أعرف. أنا عايز طبعا ركلة الجزاء يعني شديدة الوضوح. ولا تحتمل الاسم على اثنين. إذن ما يحتسب للأهلي هو شديد الوضوح الذي لا يقبل قسمه على الاثنين، وإن كان أحيانا بيقبل للأسف الشديد يعني، ورصدنا حالات. طيب الواقعة اللي كانت مهمة واللي كابتن الشناوي قال إن هدف شريف صحيح، لأن الكرة قفشة وهو بيستقبلها الكرة كانت في صدره. اللقطة اللي كل خبراء التحكيم جابوها وقالوا إنه حكم المباراة ما شافش إلا دي، ما تقولش إن الكرة هاند بول. طب لما ما فيش لمسة بتتحسب ازاي؟ الكابتن وجيه احمد رئيس لجنه الحكام جاوب على كده، لكن ارجع هذا الى اسباب تقنيه الاهلي مش مسؤول عنها. نشوف الاول الكابتن وجيه. انا بسال حضرتك، الصوره حضرتك شايفها ايه يا كابتن؟ ما انا الصوره دي يا كابتن عشان كده ما انا قلت لحضرتك الصوره غير واضحه، مش قادر امشي او اكد اللعبه في لمس في الصدر ولا في الايد. مش قادر احدد. انا قصدي الصوره اللي انا شايفها انا وحضرتك اللي مش واضحه دي، اللي امين عمر حسب ان هي في ايده. اعتقد لا، في صوره ثانيه. اعتقد لا، لان امين يروح ويشوف ويلغي. اعتقد يكون شاف حاجه ثانيه، ما يشوفش صوره جدليه، لان لو الصوره دي اللي شافها في الفار يبقى هنا كان لازم على الحكم الفار ما يستدعوش، لان صح. لازم الحكم الفار ما يستدعيه يستدعيه على قرار صح. على حاجه يخالف بها قراره صح. هو حسب هدف. هو الفار بيستدعي على حاجه ما شافهاش الحكم، ايوه، لكن ما بيستدعيش على وجهه نظره. ايوه، احساسي انها جت في ايده، لانه كان فارد ايده مره واحده على نازل ايده فجت في الحته دي، ما كان ينبغي ان يحدث هذا. وكل الخبراء وهو على استحياء بيقول لك لازم شاف حاجه ثانيه، يعني لا طب ما توروا لنا الحاجه الثانيه. هي يعني ما تقطعوا الشك باليقين يا جماعه، يا ظلمه يا اللي عمالين تظلموا الفار، اللي الناس ابتدت تشك في سلامه النوايا، لان الحقيقه الفار ما فيش معذور، ما فيش حاجه اسمها التصوير، الفار ما يتعذرش، لان الفار اللي عنده الوقت يراجع ويشوف زوايا محدش غيره. محدش من الفار طلع كتب تقرير واعلنته لجنه التحكيم، لا الفار صح لانه ادي الصوره اللي شافها بالظبط. ما ينفعش الكلام ده. فلما نطلع نبرر خطا بخطا هذا اخطر، يعني ما فيش نيه للاصلاح. اللي جايه يا استاذ وجيه ما فيش حاجه اسمها النتيجه تحملت الخطا، النتيجه كانت 1-0 ساعه الجول.
جون شريف كان الجون الثاني اتلغى ساعه ما اتلغى. فانت ما فيش حاجه اسمها النتيجه، ما انت ما في ماتشات ثانيه النتيجه ما تحملتش الخطأ وضيعت عليك نقاط. اللي جاي يا جماعه بينزل هيدي بطوله وهينزل ناس، احنا عايزين الناس تاخد حقوقها فقط فقط فقط. ولازم كل واحد من الساده الحكام سواء في الفار او في الساحه يعرف ان التاريخ يرصده. بالظبط يعني التاريخ يرصده والعالم يرصده. وده الكلام المهم لرئيس لجنه الحكام، المرحله اللي جايه ما تحتملش اي اخطاء. عندك حكام دوليين هيقول لك هنكررهم، تكررهم، تكررهم للانديه المتنافسه على المراكز يعني المهمه. إبراهيم مثلا يعني في اخطاء قد تؤدي الى هبوط فريق وقد تحرم فريقا من تتويج. فاحنا اللي بنطالب بيه العداله للجميع، العداله للجميع، اللي حتى المسؤولين بغرابه شديده جدا. يعني برضو دي نقطه، احنا ماتش الاسماعيلي ما نطلعش فضلنا نطلع كلام، لكن لما يطلع المتحدث الرسمي يتكلم على الماتش يعني للنادي الاسماعيلي ان ده ماتش له ظروفه الخاصه وعايزين حكام اجانب، ده كابتن علي ابو جريشه نفى ده خالص. كابتن علي ابو جريشه في المداخله قال لك لا طلبنا ولا ده موجود. ايوه بس اللي جه على لسان كتب كده في السوشيال ميديا، لكن ما قالش الراجل يبقى يعني ظلموه. كابتن علي ابو جريشه هنا خطوره الكلام بقى هنا شفت بقى يبقى كويس ان انا سالتك. ايوه قطاع كبير من الناس زعلوا من الاستاذ علاء وحيد. هو انت يا استاذ علاء يعني فارق معاك ايه قوي ان الماتش ده تحديدا تطلع تقول الكلام ده؟ وحتى لو طبعا مهم جدا، لكنه الفكره كلها انك ما هو الاتحاد الكوره ما جابش حكام اجانب للاهلي والزمالك، ده مش ماتشك. ثانيا ده الماتش الوحيد اللي لا نتيجته يعني عايز اقول ايه، وهو بعد منه عنده الزمالك والاسماعيلي، عنده الزمالك والاسماعيلي ما قالش الماتشين الجايين او الماتشات الجايه عايزين كذا، لان احنا لينا طموح. هنا الكلام اللي احنا بنقوله، اي كلمه يا جماعه دلوقتي خصوصا من ينتسب الى الانديه اصبحت شديده الاهميه وشديده الحساسيه. لما بعض المسؤولين يدوا حوافز قبل ماتشاتنا ماتشات الاهلي وبعدين يتعرضوا لظلم باين في ماتشات اخرى ما يتكلموش. يعني الماتش بتاع المصري والزمالك مثلا، الفار مثلا، ما احنا بتكلم دي عشان الفار. لما يطلع يقول لك اصل الفار ما جابلوش لقطه ضرب الفاول وجاب له لمسه اليد، ما جابلوش ليه؟ طب ما جابلوش ليه؟ ما جابلوش ليه؟ ده انت لغيت اجوال للاهلي عشان اخطاء حصلت قبليه بثلاث اربع لعبات. بالظبط. ومحدش قال لك لغيت ليه؟ بالظبط. مثلا دي الكوره اللي مش مؤكده اهي، يعني الكوره في صدر قفشه. طب هو انت لما تكون شاكك فيها هي الاصل في المساله الاباحه ولا المنع؟ مش المنع. مش الاصل اباحه المنع. انت ما شفتش الخطا يبقى اللي موجود السليم. لا مش الموجود السليم، اللي موجود اللي الحكم شافه. ما لاش انا ولا انت. ما هو الحكم شاف وحسب جون. حسب اذا شاف سليم. يبقى الحكم اللي واقف في الحته دي انت بتقول له انت غلطان، انا حاسس انها جت في ايده. ما هو هو الفار هو ده الكلام. لما يجي نفس الفار في الوقت اللي ما فيش يعني ضربه الجزاء اتحسبت في المصري والزمالك والحكم صفر بعديها فاينل. طيب انت ما مريتوش الفاول، وريته ليه ضربه اللمسه؟ ايوه ما بتجيبلوش اللعبه كامله. عشان كده الفار مطلوب يا كابتن وجيه مزيد من الحرص على انه الحكم قرره في الملعب هو السائد، الا اذا الفار ورى له ما لم يره الحكم. لكن تبدا المساله الفار عايز باستمرار يوقف اللعب، يوقف اللعب، بس يوقف اللعب لارساء العداله مش بالتربص بهذا الفريق او ذاك. المطلوب العدل للجميع. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.